مشكورة يا ميفة، ما قصرتي. أشوف أقول لك الحين منو المعرس؟ أنا ولا ولدك؟ يكون عندك نية. عفا عليك، أحد عنده الذهب ويفكر في الحديد؟ إيه. ولدك وينه؟ ترى تأخرنا. ناصر نصور يمه، يلا زدتك تأخرتوا. يلا ياي أنا من متى أسمع ياي ولا شفته؟ أخاف أتأخر على بيت أخوي يأذن علينا العشاء. ها شو رأيكم؟ ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. الله يحفظك بتبارك والأنفال، إيش هالزين. الله يوفقك يا يمة. يببي أشوفكم لابسين بشوتكم وبالزقرتين وحالتكم حالة. لا يكون تبوني أي معاكم عشان تخطبون العنود بنت منصور. لا يا أخوي، السالفة مو كذي. أدري إنك سويتها من غير ما تقول لي. عمي إحنا جايين. بس اسكت، خلي أبوك يتكلم، تعلم السنة. أخوي أبو سلطان، إحنا جايين بشغلة إن شاء الله بتفرحك وبتفرح أبونا رحمة الله عليه. الله يرحمه، ما فهم. سلمك الله ويطول عمرك. إحنا جايين نطلب إيد بنيتك حصة حق ولدي ناصر. ها، لا يكون شايفيني أنا فضلة. لا يا أخوي، من يقول؟ ها عيل، ولا بنتي طايح حظها؟ بالعكس يا أخوي، لك الحشيمة والكرامة. قم 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 قم، اطلع برا أنت وولدك. عمي اسمعني بس. شوفوا الكلمة. يلا قوموا طلعوا، طلعوا برا، قوموا برا برا. حسافة والله حسافة. على شنو؟ على إني أنا ما توليتهم بالعصا. ولا هذا نصور يجيني بالديوانية مصدق نفسه، لابس بشت ومتربع، وياه أبوه اللي ما له كلمة، وياهم وياهم عليهم عليهم. ودامهم بيخطبون العنود بنت منصور، ليش جايينا؟ أكيد السالفة وراها ميثو بنت حسورة على القاسم، ولا عبد الله ما يسويها. المشكلة إن منصور وافق على ناصر واتفق وياهم على الملكة. زين؟ شنو زين؟ أكيد المسألة يا قادر.